ड्राइविंग स्कूल है ना वहाँ पर الكرام. الحمد لله على سلامة الوصول وأهلا ومرحبا بكم في مطار دلهي الدولي بمدينة دلهي. التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 6:45 مساء والدرجة الحرارة الخارجية المتوقعة هي 34 درجة مئوية.
ضيوفنا الأعزاء، المرجع من حضراتكم إضفاء أحزمة المقاعد مربوطة حتى تتأشر ربط أحزمة المقاعد وتتوقف الطائرة تماما. كما نرجو التأكد من أخذ جميع